طيب كابتن خالد، يعني هسألك يعني سؤال وانت مش محضر له، لكن احنا هنفضل كده مع بعض وهنخرج خالد جدالله من الاختيارات دي. هتختار لي افضل 11 لاعب كأنك انت المدير الفني وبتختار، او خليك انت يعني المدرب العام معلش او مدير الكرة، لان انت برضو هتختار لي افضل مدير فني في تاريخ النادي الاهلي من وجهة نظرك، وفي نفس الوقت هتختار لي قبلها افضل 11 لاعب في تاريخ النادي الاهلي من وجهة نظر حضرتك. هتبقى دي صعبه قوي دي يا اسلام. افضل ما انا عارف انها صعبه. لا لا يعني هنساعد بعض على مختلف الاجيال ومختلف الوقت، صعب ان انت تختار. يعني لو خالد جدالله بيختار 11 لاعب وهو مدير فني او مدرب عام مع مدير فني، لان لسه هنختار مدير فني تاريخي للنادي الاهلي. انا ممكن من وجهة نظرك ممكن المدير الفني ابتدي معايا بيه، انا اقول لك من وجهة نظري. بس بالنسبه للعيبه لاختلاف الاوقات واختلاف انظمه الكوره هنحاول نقرب شويه الدنيا. مش اصل كده في ناس هتزعل، يعني لا لا مالهاش علاقه بالزعل. خليني على مدار التاريخ يعني 11 واحد. مثلا في حراسه المرمى، عند حضرتك طبعا في اسماء كبيره جدا جدا، يعني كلهم اسامي كبيره. ما بين عادل هيكل، ولو انا ناسي حد برضه حضرتك تقول لي، مروان، اكرامي، ثابت البطل، الحضري طبعا، شوبير، يعني محمد الشناوي دلوقتي، يعني لو في اسماء تانية انا برضه ما قلتهاش ممكن حضرتك تقول. هتبقى كل دول ابدا الرساله بتاعتك. هتختار لي واحد منهم؟ طبعا يا كابتن خالد استحاله ما اقدرش اختار لك واحد. انا قلت لك صباح حراسه. طب انا هقول لك حاجه، عشان اريحك. انا عارف انت مش هتستريح غير لما اختار. بالظبط. خلينا في الاجيال اللي انا ما لعبتش معاها خالص، يعني خليني من قبل كده. يعني بالنسبه لحراس المرمى انا هختار الكابتن عادل هيكل الله يرحمه. ماشي، كابتن عادل هيك. أيوة. طيب قول لي بقى بالنسبه للمساكين، بس خلي بالك انت لازم هتروح لناس انت حضرتك لعبت معاهم في بعض المراكز، يعني لان ما ينفعش ان انت حضرتك مثلا هنتجاهل بعض الاسماء لان هم طبعا ليهم علامات بارزه. انا بص انا هتجنب يعني هتخطى كل الاجيال اللي انا لعبت معاها. تمام. سواء انا هختار لك من بعدينا، تمام، من اجيال من بعد انا ما بطلت والناس اللي لعبت معايا بطلت، كويس، ممكن انا اختار لك من بعد كده. يعني مثلا في المساكين يا كابتن خالد برضه انا مش مستوعب ان حضرتك هتختار حد في المساكين، يعني مثلا كابتن باهر همام، هل ولا انت مش عايز تختار اي حد من انا قلت لك بقى انت برضه عايز تجيبني. انا مش هختار حد لعب معايا، يعني حد طيب لعب معايا، لا مش هختار. اختار لك خلاص، اختار اللي حضرتك عايزه. انا هقول لك مساكين، هقول لك مثلا وائل جمعه. طب احنا اخترنا في حراسه المرمى عادل هيكل. عادل هيكل تمام، وائل جمعه. وائل جمعه تمام. و في المساكين بعد كده كان وشادي محمد. شادي محمد. ايوه. اوكي، الباك رايت ابراهيم حسن. طبعا. والباك ليفت. الباك ليفت سيد معوض. ما انا عارف ان حضرتك هتختار سيد معوض. اشمعنى طيب اشمعنى؟ ايوه. الاثنين ديفندرات ولا هتلعب بثلاثه؟ لا خلينا باثنين وقدامهم ثلاثه وراس حرب. تمام. الاثنين ديفندرات نقدر نقول ديفندرات. ما انت هتختار لي بقى، انت زنقني في اللي ما لعبوش معاك، فعندك هادي خشبه. أيوة. عندك محمد شوقي، عندك حسام غالي. ايوه. يعني دي الاسماء، بعض الاسماء اللي هي طبعا. طيب بالظبط كده. انا اختار حسام غالي ومحمد شوقي. ومحمد شوقي. ايوه. بس انت برضو فكرني بقى، يعني خليك معايا. انا بحاول اهو بفكرك. أيوة على اتفضل. تمام.
الثلاثة اللي قدام اي يعني تحت راس الحربة، اللي بيلعب تحت راس الحربة ابو تريك، ابو تريك وناحية اليمين بركات، وناحية الشمال نقول وناحية الشمال خلاص خلينا، يبقى خلينا اتنين يعني بلاش، هيبقى كده أربعة في نص الملعب، قلنا حسام غالي ومحمد شوقي وبركات وأبو تريك، تمام. راسين حربة. الوحيد اللي هستثنيه من القصة دي أنا لعبت معاه ولعب يعني كنت موجود وهو بيلعب، كابتن خطيب، طبعا هنقول الخطيب، طبعا تمام، وحسام حسن. تمام يا كابتن، يعني دول دي التشكيلة اللي حضرتك شايفها ان يعني انها وانا عشان كده برضو كنت مستغرب ان حضرتك مش هتختار الخطيب يعني، بس لا انت حضرتك هو استثناء جائز ومقبول طبعا، طبعا طبعا لان ده الخطيب طبعا، طبعا طبعا. لكن افضل، هل انت عايز تحط احتياطي ولا لا؟ لا خد بالك يعني مش حكايه افضل، دول اللي انا فاكرهم اللي انا ممكن اقول، بس يعني ما فيش حد افضل من حد، كل لعيب ليه شخصيته، اكيد طبعا فاهمني اكيد، انت ازاي؟ بس ده احنا احنا جينا بنقول المؤثرين قوي يعني. اللي موجودين، والله كل لعيبه النادي الاهلي اي حد لبس فانيله الحمراء كان مؤثر، اكيد اي حد اي حد. لكن خلينا نروح، هل انت عايز هقول تختار لك حاجة، بدلاء ولا لا؟ بص هقول لك حاجة يا إسلام، إحنا في بطولة كانت نهائي كأس مصر، كانت قدام النادي المصري، كسبنا 3-1، كنا بنلعب النادي المصري كامل يعني، مش أنا ناقص ولا حد، فاكر الماتش ده. وكان عندهم فرقة كويسة جدا، وإحنا ناقصين 10 لعيبة كانوا في المنتخب، وكانوا يمكن أنا كنت أقدم واحد، كنت أنا ومحمد عامر و ده الباقي كله كان كان صغير. 82 يا كابتن ولا كام؟ كان 84 متهيألي. 84 يعني كنت انا وعلاء ميهوب، كنت انا وعامر اقدم اثنين، وتحتينا علاء مثلا، الباقي كله كان لسه طالع ولسه صغير، بدا بقى من احمد شوبير على اسامه عرابي على حمد ابو رادي، وكسبنا كاس مصر. فانا بقول لك بالنسبه للنادي الاهلي على مدار التاريخ، اي لعيب مثل النادي الاهلي لفتره، طبعا مش لفتره قصيره، لفتره كويسه، ولبس الفانيلا الحمراء، كان لعيب مؤثر في مكان. طيب ما اخترتليش يعني افضل مين اللي يدرب المجموعه اللي حضرتك اخترتها دي؟ كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. الجوهري. طبعا. كافضل مدير فني في تاريخ الاهلي. طبعا في تاريخ طبعا مصر. هو لا في في تاريخ تاريخ مصر. مصر مش في تاريخ الاهلي بس يا كابتن. بص يا اسلام، اللي اتمرن مع كابتن جوهري الله يرحمه يعرف قيمته كويس جدا، ويبقى صعب عليه ان هو يتمرن مع مدرب تاني. لا كابتن جوهري كان بيحكي لنا الماتشات قبل ما نلعبها، انت يعني لك ان تتخيل ان في محاضره الماتش بيقول تشكيله ومين اللي هيلعب ومين الاحتياطي وهنلعب ازاي وهنعمل ازاي، ويحكي لك الماتش قبل تنزل، تلاقي كل اللي قاله انت بتواجهه في الملعب. وهي أنا دي طبعا يعني واثق جدا من اللي حضرتك بتقوله، يعني الكابتن جوهري الله يرحمه هو أفضل مدرب جه في تاريخ مصر، ومش عايز أقول في تاريخ أفريقيا أساسا، لأن أنا كان ليا الشرف إن أنا اتعاملت معاه لما كان مدير فني لاتحاد الكورة. هو رجل كان يعني بيكرس حياته كلها لكرة القدم. طبعا وعلى المستوى الانساني حاجه طبعا الله يرحمه، حاجه يعني اقدر اقول لك هو كلاس قوي ولارج قوي، وعلى المستوى التدريبي والمستوى المهني هو راجل موهوب، هو راجل كان بيحب هذه المهنه، وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه فيها، عشان كده هو نجح، وعشان كده